معاكم الكابتن عبد المنجي المحفز الرياضي، فيديو جديد بيوم الاحد 7 سفر. قبل كل حاجه لا تنسوا الاشتراك والتفعيل الجرس والتير والدعم القناه، واذا كان الفيديو ده هنزل على اليوتيوب وعلى التيك توك الاكسبلور والدعم والترندات والتفاعل يشتغل. نصيحه مني لكم ككابتن عبد المنجي كمجال في الرياضه، اي حد عايز يخس ويحافظ على وزنه ويحب انه يحط السكر يستخدم السكر ده السيوتال، سكر دايت ده سكر صحي مش هيزود لك الوزن احسن من السكر الصناعي، تمام؟ فاللي مش عايز يتخن يستخدم السكر اللي هو الدايت ده، مشهور جدا في اسكندريه وممكن كمان يتلقى بس في اسكندريه، اما بقيه المحافظات معرفش. السكر ده الدايت ده مش هيتخن، ده سكر طبيعي، سكر دايت خاص بالتخفيف. اما بقى اللي وزنه زايد، اللي وزنه زايد يوقف السكر خالص، سواء كان سكر دايت او سكر صناعي، توقف السكر لمده شهر وتسيب جسمك. بعد كده بقى لو حاب تستخدم السكر استخدم السكر هو الدايت ده بعد ما تخس خالص، لو انت بتحب تستخدم سكر، تمام؟ سير ومتابعه، وعايز الفيديو ده يوصل لكل الناس.